حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد بكم عاوتاني اللقاء باش نقدم لكم واحد الكريب كيجي مغبغي بالعجينة ديال الشوكولا شوكو، يعني تيجي فن 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 ورائع والمنظر ديالو جميل بزاف. ايوا تبعوا معايا المقادير يا البنات من الاول حتى الاخر وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجيكم، تيجيكم فن وزوين وبنين كيف غادي تلاحظوا معايا. ايوا نبداو على بركه الله ونسميو الله ونصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. نتمنى يلقاكم الفيديو ديالي وانتم في احسن الظروف والاحوال والصحه الجيده والتفاؤل ثم التفاؤل ان شاء الله. يلا هالبنات نبداو ونقولوا المقادير. عندي هنايا جوج ديال البيضات، عندي واحد السكر منسم بالبرتقال او لا ممكن تنكهوا باي حاجه عندكم واللي هي الفاني سكر فانيليا او لا القشور ديال الحامض، قبصه ديال الملحه. عندي هنايا كيف غادي تشوفوا معايا عندي واحد 20 غرام ديال السكر سنيده او لا سكر حبيبات. عندي الدقيق غادي نشوفوا معايا من بعد غادي نغربلو. عندي هنايا ربعه يعني 250 غرام ديال الدقيق، نسيت الزيت، ها هي دي واحد شويه ديال الزيت حتى هي هكذا واحد المعلقه كبيره. وعندي طبعا الشوكو اللي غادي ندير حتى فيه حتى هو واحد على حسب يعني واحد 20 غرام او لا ما غاديش نكثر بزاف على حسب الخليط ملي غادي نقسمه، نخلي واحد الجزء اسود وواحد الجزء ابيض. صافي هذا ما كان وباش غادي نغربلو ما نساوش السيترو ديال الحليب، غادي نوضع السيترو هنايا بلا ما غادي نكثر عليا الماعن باش هذيك الساعات غادي نخبط غير بيديا بالفوي اليدوي دوك جوج ديال البيضات. اول حاجه نبداو بها اللي هي البيض، بسم الله غادي نديرو هنا جوج ديال البيضات. غادي نديرو القبيصه ديال الملح، غادي نخلط واحد شويه غادي نضيفو هنايا قلنا 20 غرام ديال السكر، بسم الله غادي نديرو هنايا معلقه ونزيد واحد شويه. اصلا عندنا غادي يكون عندنا الكاكاو مر، يعني نديرو ديك 20 غرام. يعني غادي نخلط نحطو شويه ديال هادي النكهه ديال البرتقال كتجي زوينه هكذا في الاخر في الكريب. نديروها كامله، ما غاديش نحك اليوم، ما غاديش ندير الحامضه، انا غير حطيتها لكم باش تشوفوا، يعني يكون عندكم الاختيار يعني في وضع النكهات اللي بغيت. صافي غادي نخلط مزيان، غادي نضيف الحليب شويه بشويه مع التخلاط. الكريب راه اسهل ما يكون، غير حنا تنتفنوا فيه تنوضعوه هكذاك يعني باللون ديالو او لا تنوضعوا له هكا الشوكولا تيجي زوين. انا غادي ناخذ الدقيق من هنا غادي نعبره 250 غرام وديك الساعه كنرجع لكم شويه بشويه الدقيق وانا هنا تنخلط نخلطو غير بلاتي. صافي غادي نستمر حتى كنخلط العجينه مزيان، ديك الساعات غادي نضيفو الزيت عاد نقسمو العجينه على جوج باش غادي نضيفو لها الكاكاو. البنات ملي كنوصلو للنهايه ديال الدقيق هنا كنخلي واحد الكميه باش ما يجيناش يعني قاصح بزاف باش نقدرو نزيدو داك الكاكاو. غادي ناخذ واحد لالوش ونقص الكميه اللي غادي نضيف لها الكاكاو، غادي ناخذ القياس يعني النص بالنص نزيد واحد شويه صافي. وغادي نكمل هنايا بالكاكاو، هنا الكاكاو غادي نضيف واحد المعلقه هكذا كبيره مع نغربلوها هكذا باش ما يبقاش فيها هذوك الحبيبات صافي. وغادي نخلط واحد اخر صافي وغادي نخلط العجينه السوداء ديالي. طبيعة الحال غادي نشوف الى تقالت لي، ما تقالتش غادي نضيف شويه لهنا وشويه لهنا
ديال الدقيق. صافي لو كديروا هنايا تقريبا 20 غرام ديال الكاكاو، يعني معلقه عامره. غادي نزيد واحد شويه باش يعطيني اللون اللي يكون كيطيب هكا. هذا هو اللون زوين. صافي غادي ندوز لهذيك العجينه الاخرى. ها هي شفتوا كي جا عطي اللون زوين. دابا غادي نخليه ندوز نكمل داك الدقيق. ندوز نكمل داك الدقيق هنايا، ما بقاليش بزاف غير شي شويه. صافي وغادي نخليهم يرتاحوا. كاين اللي كيبغي يدير يضيف شويه ديال الخماره، انا غادي نضيف غير واحد الشويه يعني تاثر شي حاجه. صافي هكا هذا هو القياس. غادي نضيف الزيت، غنضيف سمحوا لي قبيله راني نسيتها، كان خصنا نضيفها ملي كان الخليط مجموع مع بعض. معليش غنضيف هنا شويه وغادي نضيف هنايا شويه، ما كاين مشكل. الزيت اضافيه في الاخير. غادي نضيف هنايا ديك الشويه ديال الزيت. صافي هذا ما كان، غادي نخليهم يرتاحوا على ما نجمع انايا هاد الشيء هذا. ارتحنا العجينه وندوزو باش غادي نطيب. كنسخنوا المقله ديالنا، كندهنوها هكذا بشي شويه. تناخذوا هاد الغراف ديال اللي فيه الكميه ديال العجين بالشوكولات. صافي كنديروا على شكل هكذا. طريقه عشوائيه اولا بطريقه حلزونيه. صافي كنكبوا الخليط من العجينه البيضاء. صافي وتنخليوه يطيب. هانتوما يا البنات كيف كتشوفوا معايا، بعد ما كنسالي من الطهي ديال الكريب ديالنا كنعملو هكذا فوق شي توب اولا منديل ديال المطبخ، وتنخليه باش ما يعني ما يعرقش وكي يهز داك الصهد ديالو. صافي شوفوا المنظر ديالو، الشكل ديالو تيجي زوين وحده.
كتختلف عن الاخرى. هكا تيجي زويون هكذا، قدموه مع شي كويس القهوه اولا شي كويس ديال اتاي. هذا كيجي مع القهوه تيجي لذيذ وزوين. شوفوا كيفاش كيجي المنظر ديالو. نتمنى ان شاء الله يا البنات الفكره ديال اليوم ديال هاد الكريب يعني المزخرف اولا مغبغي يكون عجبكم وجا على خاطركم، والمنظر ديالو تيجي تيحمق وتيجي المذاق ديالو طبعا غيكون زوين ولذيذ. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يروقكم ويعجبكم، وما تنساوش يا البنات اللايك، ايضا ما تنساوش تبارطاجيو الوصفه مع الحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم، وايضا ما تنساونيش بالاشتراك الاشتراك يا البنات. شكرا لكم بزاف وتهلاو ليا في راسكم وحاليكم، والهلا يخطيكم عليا كيف دائما كنقول لكم، وبالسلامه عليكم وتهلاو ليا في راسكم.